يقول أنا موظف بإحدى المناطق وأرغب في النقل قرب أهلي، غير أنه لم يحصل ذلك إلا بدفع مبلغ لواسطة ما، فهل يجوز لي فعل هذا الشيء؟ أعد السؤال. يقول أنا موظف بإحدى المناطق وأرغب في النقل قرب أهلي، غير أنه لم يحصل ذلك إلا بدفع مبلغ لواسطة ما، فهل يجوز لي هذا الفعل؟ لا، هذا هو الرشوة، هذا هو الرشوة. النقل من حق الموظف، إذا تيسر النقل فهو من حقك، ما لحد منه فيه، وإذا لم يتيسر اصبر، اصبر لما تسنح فرصة، أما الرشوة فلا تجوز. نعم.